أنا مدام تونسي، بروف دو اس في تي، أستاذة أولى مميزة درجة استثنائية. عندي ورايا 27 ans de carrière، بما فيهم بلو دو 20 ans avec les bacs maths et les bacs sciences. سنة بقدرة ربي باش تلقاوني في بلاتفورم ليسينا في عرض باكنا أنا ومجموعة من خيرة أساتذة تونس. توا باش نحكي لكم على أكبر عرض في بلاتفورم ليسينا أكاديمي اللي أنا أمون أفي يكون أحسن طريقة للنجاح. كانك ولي بطبيعة باش تتهنى على قراية ولدك، وكانك تلميذ إن شاء الله تتهنى على مستقبلك. في عرض باكنا كل حاجة مهمة وكل مرحلة مدروسة. On va d'abord commencer donc par les matières secondaires, Charles a fait juillet, telles que les langues, l'informatique et les matières optionnelles. Donc, بعد ما حكينا توا على المواد les matières secondaires, nous allons parler des matières principales. Alors, Inch'Allah, les matières principales, نكونوا باش نبداو Charles a fait شهر août. نكونوا باش نعملوا des petites révisions pour renforcer donc votre apprentissage de la troisième année. بشكل كي تدخل عام الباك تدخل avec des notions bien renforcées et bien étudiées. Par exemple, نحكي هنا على السيونس. فما برشا تلامبا يدخلوا عندهم مشاكل par expérience بطبيعة نحكي، عندهم مشكلة في لي ديفيزيون سيلولير. دونك ما تخافوش، إن شاء الله هذوكم يتعاملوا في شهر أوت. بشكل كي تدخل في الشابتر الأول اللي هي لا ريبرودكسيون واللي هي بازي سور لي ديفيزيون سيلولير، تلقى روحك بقدرة ربي حاضر وتفهم بالكدا. دي لو ديبي دو لاني، vous aurez 5 séances par semaine concernant les matières principales et les matières secondaires. Donc, je vais parler donc à l'SVT, بالنسبة للمادة نتاعي أنا. كيما السنة، وسا تري بيان مارشي، أنا جي إتي تري ساتيسفايت، وتلامذة زادة الحقيقة عملوا جو. كل جمعة نبعث لهم لينونسي دو لا سيري، وبعد نتقابلوا أون فوا بار سومان، بطبيعة الموعد هذاك باش نتفاهموا فيه احنا من أوت، نتقابلوا، نصلحوا هكا السيري هذيك، بقدرة ربي ما تخرج من اللايف إلا ما تكون فاهم كل شيء، خاطر كي تخدمها ألافونس بطبيعة تولي تعرف وين مشكلتك، تولي تسألني دي كيستيون بيان سيبلي، اي دوكو معناتها الخدمة تولي تمشي خارق للعادة. هاك الحس هذيك اللي عملناها مع بعضنا، من بعد باش تلقاها في البلاتفورم سو فورم دو فيديو، وبطبيعة باش تلقاها اكومباني بار اون سيري اكريت اون بي دي اف. فما حاجة أخرى زادا، اللي على فان دو شاك تريمستر باش تكونوا عندكم اون ريفيزيون دي بارتي اللي فاتوا، فماشي حاجة فاتتكم ولا حاجة ما فهمتوهاش بالكدا، نعملوها مع بعضنا، هذيك تولي على فان دو شاك تريمستر. وبطبيعة هذيك الريفيزيون الكبيرة سي لا سوريز سور لو غاتو كيما يقولوها، باش تكون اون ريفيزيون برودو تربي بيان اتيدي، نعملوها سو فورم دو دوفوار كيما باش يجيكم في الباك، اون بارتي كيو سي ام، اون بارتي كروك، اون بارتي اناليتيك، وديما افيك لا جينيتيك اللي هي لا بيت نوار دي زيليف. وان شاء الله برودو تربي ما تراو منا كان الخير، وان شاء الله معنا نحنا نجاح يكون على البيت. الوغ ميزا باغ لايف، بطبيعة باش تلقى الكور سو فورم دو فيديو مقسومين اون شابيتر. وسهلت عليكم انا بيرسونيلمون دونك في سيونس نحكي على روحي، سهلت عليكم مش باغ شابيتر، باش تلقى في لي سو شابيتر، معناتها مثلا في الروبرودكسيون لورغانيزاسيون دو تيستيكول، تنزل تكليكي على فلسفه اورغانيزاسيون دو تيستيكول تلقى كل بارتي هذيك، باش كيكا حتى تبدا انت فاهمه الكور، اما عندك من بوتيت بارتي ماكش فاهمها، جوست تكليكي على البارتي هذيك و الامور تكون سهله على بورتي دو تول. وابار دونك لي سيري اللي موجودين في اللايف، باش تلقاو pour toutes les matières des exercices اخرين pour renforcer encore plus votre apprentissage avec les corrections sous forme de vidéo. بالنسبة للـ SVT، خاطر شوف الـ SVT راهو في الأخر سي دو كور، على قد ما تبدا tu as bien assimilé le cours راهو لي زيكزارسيس يمشيو وحدهم، وهذا ينضمن لك باغ اكسبيريونس. باش نتهنى أنا على تلامذتي، بالطبيعة حضرت لهم حاجة أخرى، حضرت لكم دي كيو سي ام اي دي كويز اللي باش يكون الاستعمال نتاعهم سهل اي ايغالمون على بورتي دو تول موند. وبطبيعه بلاتفورم لسينا ديما تخم في تلامذتها، ولذلك وفرت لكم مرافقه نفسيه، ايل فا فوز ايدي دون فو ريفيزيون دون لا جيرونس دو فوتر تان اي دون فوتر سوتيان مورال. اشترك في عرض باكنا، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لاولادنا الكل في باكنا 25.